من ضمن البعد الثقافي غياب ثقافة الحقوق. هذه نقطة باختصار. تسأل الزوج يقول أنت حين بتتزوج وإيش حقوقك؟ أنا زوج. أنت زوج ندري فيك شوارب والأحياء وأنت الزوج، بس وإيش حقوقك؟ حقوقي بعد أنا الزوج، يعني لازم كل شيء تقول لي وتستأذني في كل شيء وتطبخ لي وتكوي كذا وكذا وعدد أشياء. هو ما درسها، بس شاف أمه تسويها لأبي وتقول لي أنت وش حقوقش؟ قال زوجي بعد، يعني مفروض كذا وكذا وتعدد أشياء. يا جماعة، إذا نسمع حقوق المرأة نقول هي ملكة مي زوجة، وإذا نسمع حقوق الزوج نقول هي ملك مو زوج. المرأة إذا سمعت أن الزوج له حقان، أولا الاستمتاع متى أراد بلا عذر، إذا ما في عذر، والثانية أن لا تخرج من بيتي إلا بإذنه، يقول هذا ملكني، لا بطلع لازم أستأذن. إيه إحنا نقول لها مسألة عند مجموعة من الفقهاء أنا لازم أستأذنين. واحد يقول مو تسلط، نقول هذه ليه بعد يربط الأسرة. تخيل واحد جه زوجته ما يدري وينه، شيطان بيقول له شو شكلها تلعب، والله وين تروح، من تطلع انت طلعت، وين راحت. شيطان يدخل، الله يقول خلو نسد باب الشيطان. نقول لشي مرة بتطلعين استأذني، انت عرض الرجل، انت عرضه، و يعني يساء لشخصه، ده يقولون أكم مرت فلانة من مكان لمكان يساء إليه، فأنتين استأذنيه حتى الشيطان لا ينفذ إلى قلبه. تعالي لحقوق الزوجة. واحد الحق الجنسي بشروط معينة مو وقت الليلة، اثنين أن ينفق عليها، ثلاثة أن لا يتركها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، أربعة أن لا يشاكسها ولا يؤذيها. قل زين وين الطباخ وين الغسل؟ مو واجب. يعني أنا مو واجب تطبخ لي؟ لا. إنزين وهي لازم أنت توفر لها الغداء. تقول للسستاني وش يعني أشتري لها عيش ودياج وخليها في الخزان وهذا في الخيشة؟ قال إذا تحتاج مع واحد يطبخ جيب لها طباخ. عجيب، هذه ملكة. إحنا كذي ما نقبل نسمع حقوق الغير. الله لما أراد يمتحن إيماننا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ها ثم لا يجدوا في أنفسهم، مو كلام لسان في القلب، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحد تقول لي بقول الليلة في المحاضرة حقوق الزوجة، قال رحم الله والديك لا تورطنا، ما نبيها تعرف، لأننا نبي آخذ حقها مو نبي تأخذ حقها هي، صح لو لا. وإذا الرجل قلنا عن حقوق النسوان يزعلون، ما يصير. إحنا مثل علي بن أبي طالب أول يوم صار رئيس قال لكم علي حقوق ولي عليكم حقوق، وبين أن لا يظلم ولا يظلم. اللي يحب العدل ويحب سيرة علي بن أبي طالب يقول أنا علمها حقوقها وتعال بيتنا وقول له ولدي حقوقها بعد، أنا ما نبي أظلم. أما اللي ما يحب يسمع أن نكلم زوجته بحقوقها أو الولد، هذا لأنه يبي يتفرد بها ويأخذ الليلة ولا مو إلي. الحين هالنقطة أنا أثرتها ليش؟ لأن يا حبيبي ساعات الرجل ينظر لزوجته مقصرة، وساعات الزوجة تنظر لزوجها مقصر. أضرب مثالين. انجي للزوج في دمتك هالمرة قهرتني، إيش حمق عليها؟ قهرتني. إنزين ليش؟ الكواي يعني ما كوت كوات، بس هالجو البارد كوي لي مال صيف، هي غلطانة، المفروض قبل لا تكوي طالع النشرة الجوية أساس تعرف وش تكوي لك اليوم. أصلا كوايها مو واجب، كيفه مو واجب؟ واحد يقول حمقا عليها لأن احترق الغداء، تقول لي ليش حرقتين؟ قالت ولدت انجرحتي رحت يا دقيتين أغسل إيدك كذا ما جيت إلا احترق. نقول لي كم سنة من تزوجتها؟ قال صار لنا 20 سنة. 20 سنة كل أكلكم من المطعم؟ قال لا هي تطبخ. 20 سنة هي متفضلة محسنة، يوم من الأيام المحسن أخطأ، ما على المحسنين من سبيل، تنسى إحسانها وتجي عندي. عزيزي أنا واحد ليلتين بس، انتو كل ليلة واحدة. ايه جزاك الله خير.
20 سنة محسنة، أحيان على اليوم واحد المحسن أخطأ، ما على المحسنين من سبيل، هل جزاء الإحسان للإحسان؟ شوف لما عرف أنه مو من حقه انقلبت المرأة من كونها ظالمة مقصرة إلى محسنة. عدل لولا؟ نجي المثال الثاني. وش عندك يا زوجش؟ وش عندي؟ ما بودينا السنة سفرة، صار لي سنتين ما ودانا. كم مرة وداكم؟ ودانا 6-7. زين تحم قال السنة لا ما بودينا. شوف أختي أكو زوجها بيسفرهم. زين هو واجب عليه سفركم؟ عجل ويا مو زوج، هو زوج. يقول لا بنت الحلال، الزوج يجيب نفقة سكنش في البحرين في ديرج اللي وفره من أكل من كذا، أما تعال وديش حج أو زيارة كله مو واجب عليه. يعني الست مرات اللي سفرش كان محسن متفضل. صدق؟ اي صدق. شوف كانت تنظر لي بالتقصير، لما عرفت الحقوق قالت عجل محسن. احنا كذي ننفعل نشعر الاخر مقصر ومستمر على التقصير، فننفعل نمارس العنف لين عرفنا انه مو مقصر محسن، لا نهدأ. جزاها الله خير بعد ما قصرتك تطبخ وتراعي ان بعض الناس يقول لك انا ما وش يسوون النسوان؟ شغلنا احنا الرجال وش يشتغلون؟ احدى النساء يوم الايام جا زوجها للبيت معفوش فوق تحت، وعيط عليها ما جاوبت، جل الفلاجة مفتوحة لكن منفر قمايم كذا، هاي كل جهالة عفسوا البيت فوق تحت. هو كل يوم يسوون كذي بس كل يوم هم مترتب. سمعتها كل مرة قلتي وش تسوين؟ وش عليكم من شغل؟ ما تسوون شيء. يوم من الأيام قررت أن ما تسوي شيء حتى هو يجرب. فجأة شاف البيت قيامة، هو قلق عليها عمل ما ميتة يعني أو فيها شيء، راح اللي قاعد على السرير تقرأ قصة. قال لها وش فيه شيء في البيت كذي؟ قالت كل يوم تقول لي ما تسوون شيء ما تسوون شيء. قلت خلي يوم من الأيام يشوف إذا عطلنا أخذنا إجازة وش يصير. إحنا عشنا غربة في قم وفي النجف، إذا راحت المرأة نصير رجال ومرأة، يكوي ويغسل ويطبخ ويأكل ويدرس ويشتري يعني كل شيء. فنتصل ويصير رسالنا جميل ومشتاقين ومتى ترجعون ومتى كذا، ها وش حلاوتنا يصير.